السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات أم زينة. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيتكم هاد الوصفة ديال الملوي بالخميرة أو المخمر أو كل واحد كيفاش كيسميه. المهم الطريقة ديال الملوي ولكن العجينة بالخميرة وبالحليب، كيجي مزيون بزاف ومعجون غير بالحليب بشوية ديال الماء. الأغلبية حليب كيجي مزيون ورطيطب ومنفوش ومورق، غيعجبكم إن شاء الله. من الوجبة ديال الفطور وحتى الوجبة ديال السحور رائع إن شاء الله، جربوه ويعجبكم. تبعوا معايا الوصفات على الاخر، شوفوا معايا المراحل كامله واسرار النجاح. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه بارطاجوها مع اصحابكم وحبابكم في الصفحات ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع اللي غنخليكم مع الوصفه فرجه ممتعه. ودائما نذكركم بالاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس والضغط على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو. ونبداو هنايا مع المكونات. مكونات سهله، تغيير واحد اني غنعجنهم بالحليب. هنايا عندي زلافه ديال الطحين الابيض وزلافه ديال الدقيق ديال الفينو او السميده الرقيقه، ولكن من الافضل الفينو. صاشي ديال الخميره 11 غرام، مغرفه ديال السكر، مغرفه ديال الملح. هنايا عندي جوج مغارف كبارين ديال الحليب بودره، تقدروا تستغناو عليه، ولكن الا كان عندكم جربوه غادي يجي مزيون. وغادي نعجن هنايا بالحليب دافي، غنكمل بالماء الا بقى خصني. عندي هنايا جوج كيسان ديال الحليب والباقي غادي نكمل بالماء. هنا غنعمل الدقيق مع بعضيته. ها الزلافه اللي عبرت بها هي هذه زلافه كبيره، وعملت عليه الحليب بودره وعملت السكر والملح، وغادي نضيف الخميره بهذا الشكل هذا بحال اللي غادي نعجنوا رغايف عاديين غير هادو بالخميره. هنا الخميره عمركم ما تعملوها فوق الملح، عملوها دائما على السكر لان الملح كيقتل الخميره، فدائما عملوها بعيده عليه. غادي نعجن انا في الماكينه، وانتم تقدروا تعجنوها يدوي عادي، المهم تدلك، خاصها تدلك مزيان. غادي نبدا انا نعجن هنايا، غنبدا نزيد الحليب شويه بشويه، ما نعملوش سوائل دائما مره واحده باش ما تجيكمش العجينه خفيفه بزاف اولا ما تطلع لكمش مزيانه. دائما بداو شويه شويه وانتم كتعجنوا. انا هنا ساليت الحليب وبقى خصني نزيدها، غادي نكمل باقيه بالماء. وفحال اللي قلت كنزيدو تدريجيا الماء، حنا ماشيين مع العجينه كتدلك حتى كنشوفوها عطات الطوع والترخات. ها هي الشكل ديالها كيفاش كتجي العجينه مطاطيه وخفيفه ماشي قاصحه. غادي ندهن يدي غير شويه الزيت باش نخليها ترتاح وما تعمليش القشره، باش نجمعها ونخليها ترتاح، ما تعمليش ديك القشره من فوق، الزيت ما كيمنع ديك القشره من التكون. غادي نغطيها هنايا فيلم اليمونتير ونخليها ترتاح واحد نص ساعه. هذه الزبده والسميده اللي غنطلقوا بها وشويه ديال الزيت. هنايا بعد مرور نص ساعه ها هي خمرات العجينه، غادي نخرجوا من هذيك الهواء وغادي نشكلوا الكويرات عاديين بحال اللي كنشكلوهم باش نعدلوهم مسمن اولا الرغايف. غير الحجم كيبقى كل واحد على حساب الاختيار. انا هنايا راهم صغارين ماشي كبارين، يعني وحدات صغيره، وانتم كيبقى لكم الاختيار يعني بالنسبه للحجم كل واحد كيفاش ما بغى. غادي ندهنوا بالزيت وغادي نعملوهم في شي بلاطو باش نخليهم يرتاحوا باش يبغيو يطلقوا لنا العجينه. دائما الرغايف الملوي هاد الحاجات بحال هيدا باش كيبغيو يساعدوا في التطليق دائما نعطيهم الوقت في الراحه. بحال نغطيهم انا هنايا في المونتير وغادي نغطيهم عاوتاني يرتاحوا باش يعطونا الطوع في التطليق من جهه ونطلقوهم. ها هما هنايا طلقوا، انا خليتهم تقريبا واحد ربع ساعه ثلث ساعه، وغادي نبداو نخدموا ونطلقوا معايا هادي بحال اللي غادي نعدلوا الملوي. غنطلقوهم مزيان يعني هما فيهم الخميره راه باقي غادي يخمروا، يعني قد ما طلقناهم مزيان قد ما احسن. بهذا الشكل الحاشيه نحاولوا نطلقوهم باش ما يجيولناش غلاطين. غادي نعمل شويه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، ندهنوها. تقدروا تذوبوا الزبده مع الزيت، لكن الزبده بهذا الشكل كتجي مزيونه. غنعمل شويه السميده وغادي نطويها بحال اللي غادي نطوي مسمن عادي، ومن بعد نلويوها على شكل ملويه. وهذه الطريقه كيعرفها الجامع تبارك الله، كيعرفوها بناس بزاف كيعرفوها، وربات البيوت كاملين كيعرفوها. غادي نلويهم ونشبرهم هاد الجناب هيدا وصافي، وغنزلهم يرتاحوا. ضروري هنا يرتاحوا باش يبغيو يتقرصوا لنا من بعد، لان ملي كنطويهم كيكونوا باقي شابرين راسهم في الحق، ملي غنخليهم يرتاحوا كيطلقوا. العجينه ها هي كتكون راخيه راسها. نستمروا هيدا ونكملوا الكميه كامله، نطلقوها ونعملوا لها الزبده والسميده ونطويوها شكل الرغيفه، ومن بعد نلويوها على الشكل ديال ملويه بحال اللي قلت انا. هذا راه الشكل ديال الملوي، غير هو كيكون بالخميره، يعني كيجي مخمر، كيجي رطيطب مزيون مورق ورطب ومزيون بزاف، والحليب كيعطيه واحد المذاق لذيذ انه تاكلو بلا ما تدهنوا يعني. يعني مزيونين بزاف بحال اللي قلت، نص سحور حتى الافطار رائعين. بهذا الشكل نستمر تنكمل كل شيء.
اهم حاجه دائما نكونوا كنعدلوا في حالات الملاوي وهذا الشيء اللي كيبغي يرتاح العجينه كتبغي ترتاح نعدلوها، ونكونوا كنعملوا شغل اخر خليوها ترتاح نكملوا شغلنا عاود نرجعوا لها باش ما تبقاش مشغوله غير معاها. غادي نكمل انا هذا الشيء كامل العجينه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. هنايا ساليت الكميه ديالي كامله غادي نغطيها عاوتاني وغادي نخليوها ترتاح باش ندوزو نطيبوها تقريبا غير واحد 4 ساعه بحال اللي قلت 4 ساعه اولا نص ساعه باش تنشوفوها عطات الطوع انها تبغي تقرص معانا. ها هما بعد ما ارتاحوا انا خليتهم نص ساعه ديال المكانه ومرتاحوا غادي نبداو نطيبوهم وغنوجد التبصيل نفرش بالفوطه اللي غنعمل فيهم وغادي نوجد المقله ديالي هنا من بعد ما سخنت كنعمل العافيه مويان في النص يعني ماشي عاليه وماشي حانيه بزاف. غادي نقرصهم غير شويه نبداهم ومن بعد نكمل نقرصهم في المقله ما كنقرصوهمش رقاقين بزاف يعني تقريبا بحال الخبيزات ديال المقله اولا بحال اللي كنقولوا بطبوط غير في ديك الغلط هيداك. وغادي نخليوها طيب ما كنخليوهاش بزاف على العافيه وكنقلبوها يعني كل شويه كنبدا نقلبوها من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش تنفخ لكم وتجيكم منفوشه من داخل. الا خليتوها على واحد الجهه بزاف راها كتبس ملي كتقلبها يلا هاكا تحمر من داخل كتكون يبست. هيا وحده طيبتها في الاول شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي كيجي منفوش مورق ومزيون يعني كيجي بحال البطبوط ولكن مورق غير هذه بالحليب كيجي فيها البنه مزيونه. انا عندي مقله هنايا غنمشي غنطيب فيها 3 ولا 4 مره واحده نفس الطريقه غنقرصهم في مقله واخرى كنقبلوها كنقلبوها كل شويه بهذا الشكل. اللي قلت كل شويه كنقلبوها كل شويه كنقلبوها من هنا ومن هنا ومن هنا حتى كتحمر حتى في التحميره كتجي مزيونه وبحال اللي قلت كتنفش ما كتجيش يابسه. الا خليتوها في الاول على جهه واحده بزاف راه تيبس لكم غتجيكم يابسه فقابلوها كتقلبوها من هنا ومن هنا ومن هنا باش طيب لكم طياب مزيون وتحميره مزيونه بحال هذا الشكل. هذا انا غنستمر غنكمل الكميه ديالي بنفس الطريقه حتى نسالي الخبيزات اللي عندي كاملين. شوفوا معايا هذه اللي طيبتها نوريها لكم كيفاش جات هي باقا سخونه. شوفوا معايا كيفاش كتجي مورقه ورطيت بغزاله زعما صراحه تاكلهم بلا حتى شي حاجه. ديك الحليب كيعطيهم واحد البنه يعني ما تحتاجش تعمل فيهم حتى الزبده تاكلهم بوحديتهم صراحه كيجيو روعه. جربوهم ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. غنكمل انا غنطيب كلشي بنفس الطريقه.
وهذه النتيجه اللي كنتحصلوا عليها، مخمر رائع ولا ملوي بالخميره كيجي رائع بزاف. ان شاء الله تستمتعوا به، جربوه وردوا عليا الخبر. بحال اللي قلت، ما تنساوش نشروا المحتوى مع اصدقائكم وحبابكم في مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات ديالكم. واللي اول مره كيزوروا القناه كنقول لهم مرحبا بكم في قناه شيوات ام زينه، وما تنساوش ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما معنا بالجديد. ومبقى لي غير نقول لكم مع السلامه حتى الوصفه اللي مجه. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.